بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره كبيره من سلسله محاضراتنا في المقرر الهيستولوجي والجيناتيك. هنكمل مع بعض الليمفويد تيشو. المره اللي فاتت اخذنا السايمس جلاند او السايمس، المره دي هناخد الليمف نود ومعاها التونسيل. هنشوف سكيم سريع للليمفويد تيشو، عباره عن ديفيوز وليمفاتيك اورجانز. الديفيوز يا اما ديفيوز بوبوليشن يا اما ايزوليتد ليمفاتيك نيديول. الليمفاتيك اورجانز قلنا في المحاضره اللي فاتت يا اما برايمري يا اما سكندري. البرايمري زي البون مارو والسايمس جلاند، السكندري اللي هي الليمفاتيك نيديوز والسبلين والميوكاس اسوشيتد ليمفاتيك تيشوز زي البيرز باتش زي التونسل والبوست نيتال بون مارو. دي اللي هي الليمفينود. الليمفينود زي ما انت شايف عامله زي حبايه الفاصوليا بشيب او كيدني شيب بنقول عليها. ليها كبسول من بره اللي هي لونها ابيض دي، هذه الكبسول بيفتح فيها من الكونفكس سيرفيس الفيزل اللي احنا سميناه ليمفاتيك فيزل، بس ده برضه ليمفاتيك فيزل وده ليمفاتيك فيزل، فسمي ده افرنت وده افرنت ليمفاتيك، ده داخل وده خارج من الليمفيود. جوه هلاقي في فراغات اللي لونها اخضر دي انا بسميها ايه؟ بسميها ساينسز. الساينسز دي اللي بكب فيها الليمف، ما هي زي البلاد ساينسز اللي موجوده في السبلين هناك بعد شويه. يبقى دي الليمفاتيك ساينسز. الليمفاتيك ساينسز دي بتاخد اسامي حسب الموقع الجغرافي بتاعها. عندي الليمفاتيك ساينسز في الكورتكس، وعندي الليمفاتيك ساينسز ثانيه موجوده في المظله، هي الليمف نود فيها كورتكس ومظله. طبعا هنعرف دلوقتي ان فيها كورتكس ومظله، مش بس كده، وفي ديب كورتكس اللي هي بارا كورتيكال اريا. زي ما انت شايف الكبسول نازل منها ترابيكول اللي لونها برضو ابيض دي، علشان تقسم لي الليمف نود الى لوبيولز. كل لوبيول موجود فيها كره اهي من التجمع، عباره عن تجمع من الليمفوسايت، بسميها ليمفاتيك نيديول. يبقى الليمف نود لو بتكلم عليها، الليمف نود عباره عن سكندري ليمفاتيك اورجان. ادي الليمف نود اللي هي عباره عن سكندري ليمفاتيك اورجان. موجوده فين الليمف نود؟ ديستريبيوت اول اوفر ذا بودي. يبقى لارج نمبر اوف ليمف نودز اوكرز ان جروب سكاتر ثرو ذا بودي. زي ما انت شايف ده الارتري، ده الارتري اهو، هيدي في الاخر فين. العمليه دي بينتج عنها فلتريشن فلويد اللي بسميه الانترستيشن فلويد. هذا الانترستيشن فلويد هيفضل يكتر 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 لحد ما يتجمع في فيزل جديد بسميه ايه؟ بسميه الليمفاتيك فيزل. هذا الليمفاتيك فيزل يمشي مع الارترا ولا مع الفين؟ لا، يمشي مع الفين، علشان هو هيروح يصب في السوبيريور فينا كده. كل الليمف نود عباره عن ايه؟ عباره عن كيدني شيب ستراكشر البالبول، يعني تقدر تحسها لو انت ركزت شويه كده. السبماندوال الليمف نودز بتاعتك دي انا حاسسها ايه؟ تحت الايه؟ تحت المندول. ليها زي ما قلنا كونفكس سيرفيس وليها كونكيف سيرفيس. الكونفكس سيرفيس برفريتد بالافرنت ليمفاتيك فيزلز كارينج الليمف توردز سبستانس اوف ذا ليمف نود، يعني شايل لي الليمف مدخله لي على الليمف نود عشان يحصل له فلتريشن. ما هي الفانكشن الرئيسيه طبعا الليمف نود هي عمليه الفلتريشن. كونكيف سيرفيس او زي ما انت شايف خارج منه الافرنت لكن داخل ليه الارتريه الارتري، يبقى خارج منه الافرنت ومعاه الفين وداخل له الايه؟ الارتري. يبقى الكونكيف سيرفيس في حته اسمها الهايلم اللي هي دي، ده عباره عن كونكتيف تيشو بيبقى كتير شويه، فبسميه ايه؟ بسميه الهايلم. الهايلم ده بيدخل منه ويطلع منه، بيدخل منه الارتري ويطلع منه الفين ومعاه الليمفاتيك فيزل. يبقى الهايلم ذا سايت اوف ذا ارتري فين اند افرنت فيزلز انترنج اند ليفينج الليمفينود. الهيستولوجيكال ستراكشر، ما احنا خلاص حفظنا الهيستولوجيكال ستراكشر. اكيد الليمفينود فيها ستروما وفيها برانكيوم. الستروما عباره عن ثلاث حاجات ما بيتغيروش، الكبسول والسبته والريتيكولار نتورك، لكن البرانكيوم عباره عن كورتكس ومظله وفي بينهم من بعض البارا كورتكس او نسميه احيانا الديب كورتكس. يبقى دي نظره عامه للهيستولوجيكال ستراكشر اوف ذا الليمفينود. يبقى عباره عن ستروما وبرانكيما. الستروما ثلاث حاجات والبرانكيما ثلاث حاجات. البرانكيما هنتكلم عليها بالتفصيل. قلنا كورتكس وبارا كورتكس ومظله، او كورتكس ومظله في بينهم بعض البارا كورتكس او الديب كورتكس. الكورتكس عباره عن مجموعه من الليمفاتيك نيديولز ومعاها ليمفاتيك ساينس. الليمفاتيك نيديولز ممكن اشوفها برايمري وممكن اشوفها سكندر ليمفاتيك نيديولز. المظله فيها برضه ما فيش فيها ليمفاتيك نيديولز، لكن الاجريجيشن اوف لينفوسايت بياخد شكل الكوردز، فبنسميها ليمفاتيك كوردز او مدلري كوردز.
معاها ساينسز. اي امال هعمل فلتريشن ازاي او هعمل فلتريشن لمين؟ علشان كده هلاقي فيها معاها مدلري ساينسز. يبقى ده الاوت لاين بتاع الليمف. الكونكتيف تيشو ستروم عباره عن كبسول. الكبسول عباره عن كونكتيف تيشو كبسول ويتش سراوند الاورجا من بره وبتدخل عن الهايلا. بينزل منها الترابيكولي علشان تقسم للكورتكس الى ايه؟ انكمبليت كومبارتمنت. زي ما انت شايف كده نازل منها الترابيكولي علشان تقسم للكورتكس اللي بره دي الى انكمبليت كومبارتمنت. الريتيكولا نتورك ودي قلنا احنا مش بنشوفها بالهيماتوكسين انديوسين ستين. علشان اشوفها لازم اسبغ الاورجن بتاعي بالسيلفر ستين. لما اسبغ بتاع الاورجن بتاعي بالسيلفر ستين يبان الاركتكتشر بتاع الريتيكولار فايبرز في الخلفيه بتاع الاورجن. البرانكيما وده السيلولار كومبوننت، ده الجزء الفعال في الجلاند بتاعتي او في الاورجن بتاعي بسميه برانكيما. والبرانكيما في الليمف نود بتنقسم الى ثلاث اماكن او بنحطها في ثلاث اماكن، في الكورتكس وفي المظله وفي الباراكورتكس. في الكورتكس هلاقيها اللي هي الاوتر ستيند اريا الغامقه دي، كل دي بسميها كورتكس، مش اللي بره دي بسميها كورتكس، لا كل دي كل الجزء اللي فوق ده هسميه ايه؟ هسميه كورتكس. يبقى دارك ستيند اريا بينس كبسول، الكبسول فوق اهي الاقي تحتيها ايه؟ الكورتكس. بتتقسم الى انكمبليت كومبارتمنت، يبقى ده كومبارتمنت وده كومبارتمنت. بلاقي فيه ايه؟ بلاقي فيه الليمفاتيك نوديولز. الليمفاتيك نوديولز يا اما برايمري يا اما سكندري. الاثنين عباره عن سفيريكال اجريجيشن من الليمفوسايت. لكن ده بتبقى اجريجيشن من السمول بي ليمفوسايت، علشان كده بيبان لونها غامق. طبعا دي مش شرط ان هي تكون برايمري ليمفاتيك نيديول، ممكن تكون سكندري ليمفاتيك نيديول وانا اخدت فيها سيكشن فبانت وكان هي برايمري ليمفاتيك نيديول. لكن شرط البرايمري ليمفاتيك نيديولز علشان اسميها برايمري ليمفاتيك نيديولز ان يكون الليمف نود دي ما تعرضتش لانفكشن او ما حصلش استيميليشن للليمفوسايت اللي جواها، يبقى دي بسميها برايمري ليمفاتيك. امتى تبقى سكندري ليمفاتيك نيديولز؟ لو لقيت جوه البرايمري ليمفاتيك نيديولز بيل اريا بالشكل ده. يعني ايه بيل اريا؟ يعني السيلز بتاعتي حصل لها ريسبونس للانتيجين. يبقى سكندري ليمفاتيك نيديولز هتتكون امتى؟ بعد ما الليمف نود بتاعتي تتعرض للانتيجين. فيها ايه؟ فيها بيل سنترال اريا. البيل سنترال اريا دي بسميها جيرمينال سنتر. ليه هي بيل؟ علشان فيها مور سيتوبلازم، الخلايا بتاعتي كبيره فبيبقى السيتوبلازم فيها اكتر من الخلايا السمول، فان عدد النيوكلي بتاعتي هيبقى اقل فهتبان ايه؟ فهتبان بيل. كمان موجود فيها النيوكلي بتاعتها يوكروماتيك والماكروفاج والبلازم سيل، التلات اربع حاجات دول بيخلوا لي السنتر ده بيل. في حين ان المنطقه البريفرال اللي حوالين المرج اللي هي حوالين الاريا دي انا بسميها اهي اللي هي الغامقه قوي دي هسميها ايه؟ هسميها مارجنال زون. يبقى انا عندي جيرمال سنتر وعندي مارجنال زون في السكندري ليمفاتيك نيوكليس. لكن ده يختلف عن الباراكورتيكال اريا، ما لخبطش ما بين المارجنال زون وما بين الباراكورتكس او الديب كورتكس. الديب كورتكس هلاقي برضو فيها اجريجيشن من الليمفوسايت ما بين الكورتكس وما بين المظله. ادي المظله اهي قدامي اللي هي بيل خالص، دي اللي بسميها المظله. ما بين الاثنين موجود الباراكورتيكال اريا، ودي اللي موجود فيها التي ليمفوسايت، عشان كده بسميها ايه؟ بسميها سايموس ديبندنت زون. موجود ما بين الليمفاتيك نيديولز دي الساينس اللي انا هعمل لها فلتريشن، ما انا عايز اعمل فلتريشن للليمف، يبقى لازم احط الليمف في ساينس عشان اقدر اوصل للليمف اللي جوه الساينس دي بالماكروفاجس وبالبي ليمفوسايت او بالليمفوسايت. يبقى زي ار وايد سبيس لايند باي اندوثيليوم، كل الساينس لايند باي اندوثيليوم. امال ايه بقى اللي موجود في المظله؟ ما احنا قلنا اللي موجود في المظله حاجتين، موجود فيها برضه ساينسز وموجود فيها ليمفوسايت. الليمفوسايت اللي في المظله هتبقى عباره عن كوربس، يبقى عباره عن الريجولار كلاستر اوف ليمفويد تيشوز اللي احنا برضو ثابت عندنا اللي هي البي ليمفوسايت والبلازما سيل ومعاها الماكروفيتشز. دي طبعا ممكن تجي لنا في الاوسبي، دي عباره عن ايه؟ عباره عن اجريجيشن من الليمفوسايت. يا ترى دي موجوده في السايمس؟ مستحيل تكون في السايمس لان السايمس فيها ليمفاتيك نيديولز. طب موجوده في الليمف نود؟ موجوده في الليمف نود. طب هل ممكن تكون موجوده في
التونسل ممكن تكون موجوده في التونسل، ممكن تكون موجوده في السبلين، ما ينفعش تكون موجوده في السبلين، وهنعرف ليه ما ينفعش تكون موجوده في السبلين. لو يجي لي السهم بالشكل ده يبقى انا قصدي ده الكورتكس او ممكن ليمفاتيك نيجول. لكن لما يجي لي دايره بالشكل ده اكيد انا قصدي ليمفاتيك نيجول برايمري ولا سكندري؟ سكندري ليمفاتيك نيجول. طبعا دي الخط ده او السهم ده بيشير لمين؟ بيشير لي دي الصور اللي احنا شفناها في المدرج. ده لو بتكلم عن سكندري ليمفاتيك نيجول، ده لو انا عايز اشاور على الجيرمنال سنتر، دي لو انا عايز اشير الى المارجنال زون، دي لو عايز اشير للباراكورتيكال اريا، ودي لو انا عايز اشير الى المظله. يبقى ده اللي هي خلاصه الكلام. ايه فانكشن اوف ليمف نود؟ فلتريشن اوف ذا ليمف. وبعد كده بقى ايه نبدا نتفهم الماكروفاج هتعمل ايه، والانتيجن بريزنتنج سيل هتعمل ايه، والكلام ده كله تفاصيل. لكن في الاخر انا عملت فلتريشن لمين؟ للليمف. يبقى دلوقتي نتكلم عن التونسل. التونسل ار انكمبليت انكابسوليتد اجريجيشن اوف ليمفوسايت موجوده تحت الميوكاس ممبرين بتاعت او الابيسيليم بتاع الماوس كافيتي والفاكس. ده اللي هي التعريف بتاعها. بتختلف عن الليمفويد تيشوز في ايه؟ رقم واحد كفرت باي ابيسيليم، لا السبلين متغطي بابيسيليم ولا الليمف نود متغطيه بابيسيليم. They are not situated across of lymphatic vessel. يعني ما هياش قاعده تعمل لي فلتريشن للليمف. امال بتعمل فلتريشن لايه؟ للهواء اللي داخل او للاكل اللي داخل. علشان كده بلاقيها في الاورال كافيتي وبلاقيها في الفاركس. الليمفوسايت ممكن تعدي من الابيثيليوم علشان تبقى موجوده في الكافيتي نفسه وتبدا تشتغل من بره. عند انواع من التونسل دي اناتوميكال، عند البلاتين تونسل والفرنجيال تونسل واللينجوال تونسل، ودي حسب الاناتومي. لو نتكلم على البلاتين تونسل ان هي حاجه مثاليه، الاقي عباره عن ايه؟ التونسل طبعا يعني اللوز، اللوز اللي هي لو افتح بق المريض كده اشوفها، لكن اشوفها بوضوح لو هي كونجستد يعني محتقنه، او انفكتد اللي هي زي ما انت شايف كده عليها بص اهو، سابيوريتيف يعني عليها بص وعامل صديد. دي بسميها سابيوريتيف. يبقى عندي تو تونسلز لوكيتد في الاورال بارت اوف ذا فارينكس كفرد باي ابيثيليوم اللي هو عباره عن استراتيفايد ابيثيليوم. ادي الاستراتيفايد ابيثيليوم اهو زيه زي الاسوفاجس والماوس. لكن التونسل ده الاستراكشر ده هسميه تونسل اللي هو تحت الابيثيليوم ده. زي ما انت شايف الابيثيليوم نزل 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 وعمل لي كريبت وطلع تاني علشان يزود لي السيرفس اريا اوف ايه اوف اكسبوجر. انا عايز اعرض الهواء او الفلويد او الاكل اللي انا مدخله من هنا للليمفوسايت. يبقى في الحاله دي عايز اسوي السيرفس اريا او عايز اعمل ايه؟ اعمل كريبتس. ادي التونسل، دي ليمفاتيك نيديول اهي، ده ليمفاتيك تيشو وده ليمفاتيك تيشو وده الابيثيليوم فوقيه اهو. يبقى الكبسول بتاعتي بتبقى انكومبليت كبسول. بتسيبريت الليمفويد تيشو من الادجيسنت تيشو، يعني بتفصل لي التيشو ده من هنا لكن مش هتفصله عن الابيثيليوم. It act as a barrier against spreading infection. يبقى انا لو حصل عندي انفكشن هنا، الانفكشن داخل من بوقي هيروح للتونسل، يحصل هنا عمليات دفاع. عمليه الدفاع دي ما يصحش ان هي تنتشر في كل التيشوز المختلفه، عشان كده ربنا بيخلق لنا هنا كبسول. الليمفوسايت اجريجيت الليمفاتيك نيديولز ويز جيرمنال سنتر. يبقى انا بتكلم عن سكندري ليمفاتيك نيديولز اهي، دي التونسلر كريبتس ودي السكندري ليمفاتيك نيديولز او الليمفاتيك نيديولز زي ما هو مسميها هنا الاستاذ روس. طبعا دي لما كبرنا نفس السلايد دي وكبرناها اتضح ان التجمعات اللي انا شايفها دي شكلها كده والكريبت منظره بالشكل ده. لو هنتكلم عن التكست خلاص احنا قلنا ان الليمف نود عباره عن سكندري ليمفاتيك اورجن ليها تو سيرفيسز، كونفكس سيرفيس وكونكيف سيرفيس. الهيستولوجيكال ستراكشر عباره عن ستروما وبارانكيما. الستروما ثلاث حاجات والبارانكيما عباره عن كورتكس وباراكورتكس وميدل. في الكورتكس هلاقيها بتنقسم الى الليمفاتيك نيديولز وديفيوز ليمفويد تيشو ومعاها الكورتيكال ليمفاتيك ساينسز. الليمفاتيك نيديولز يا اما برايمري يا اما سكندري. البرايمري يعني ما تعرضتش للانفكشن قبل كده ولا عباره عن اجريجيشن من السمول بي تي بي ليمفوسايت. السكندري ودي هميز فيها حاجتين، الجيرمنال سنتر والمارجنال زون.
الكورتيكال ليمفاتيك ساينسز، ودي عباره عن اندوثيليوم ومعاه نتورك من الريتيكولار فايبر والماكروفاجز، وده اللي هيحصل فيه او من خلاله فلتريشن اوف ذا ليمف في منطقه الكورتكس. بنقسمها الى نوعين حسب الاناتومي برضه، سب كورتيكال وكورتيكال. خلي بالك في هنا سيركيوليشن للليمف مهمه جدا، لكن الباراكورتكس دي عباره عن منطقه ما بين الكورتكس وما بين المظلة، عباره عن تجمع من التليفوسات بسميها سايموس ديبندنت زون. السيركيوليشن اوف ذا ليمف زي ما قلت لكم، الليمف هيجي منين؟ هيجي من الديفرنت تيشوز علشان يدخل عن طريق الافرنت ليمف فيزل من الكونفكس سيرفيس. لما يجي من الافرنت فيزل هيروح للسب كابسولار، ومن السب كابسولار للكورتيكال، وبعدين للباراكورتيكال، وبعدين للمدلري، وبعدين يطلع فيه الافرنت الليمفاتيك فيزل علشان يروح للايه؟ للثوراسيك داكت زي ما احنا قلنا في اول المحاضره. المدلة عباره عن ايه؟ عباره عن مدلر كورس اللي هي تجمعات من الليمفوسايت حوالين المدلر ساينسز عشان برضه تعمل فلتريشن للليمف لما يوصل للمدلر ساينسز. الفانكشن بتاعت الليمف نود فلتريشن اوف ذا ليمف كلمه واحده قلناها، وبعدين نتكلم بقى في الايه؟ في التفاصيل. يبقى سايت اوف انتيجين ريكوجنيشن اند ريموفال ديو تو رقم واحد بريزنس اوف انتيجين بريزنتنج سيل، رقم اثنين وجود الليمفوسايت سواء كانت بي او تي ليمفوسايت. التونسل خلاص احنا قلنا ان التونسل بتختلف عن الليمف نود في ان هي كفرد باي ايبيثيليوم، ما هياش موجوده الونج الليمف. الحاجه الثانيه ان الليمفوسايت تقدر تطلع في الاورال كافيتي او في الفاركس. انواعها اناتوميكال ثلاثه، بلاتاين تونسل وانا كفرد باي ايبيثيليوم موجود فيها كريبتس وليها كبسول، بس الكبسول بتاعتها بتبقى انكمبليت كبسول علشان تمنع السبريد اوف انفكشن للاندرلاين تيشوز. الفرنجيال تونسل ما فيش فيها حاجه غير موقعها في الاناتوم وما فيش فيها كريبتس. اللينجوال تونسل قلنا ان هي سمول، ما قلناش طبعا اللينجوال تونسل سمول ومور نيومرس ذان، بتبقى صغيره قوي يعني تجمعات صغيره من الليمفوسايت. زي ار ساتويتد عند البيز اوف ذا تانك كفرد باي استراتيفيك ابسيليا موجود فيها سنجل كريبت. يبقى البلاتاين تونسل فيها كريبتس كتيره، اللينجوال تونسل فيها كريبتس قليله، لكن الفرنجيال تونسل ما فيش فيها كريبتس خالص. لو هنلخص الموضوع في كلمتين اتنين هما نفس الكلام، الليمف نود عباره عن استروما وبرانكما. الاستروما ثلاث حاجات والبرانكما ثلاث حاجات. البرانكما لو اتكلم عليها عباره عن ثلاث حاجات، قلنا كورتكس وباراكورتكس ومظله. الكورتكس عباره عن الليمفاتيك نيوز ومعاها السينس الليمفاتيك نيوز، يا اما برايمري يا اما سكندري. السينس يا اما كسب كابسولار يا اما كورتيكال، لكن المظله فيها المدلري كورتس وفيها المدلري سينس. التفاصيل في التكست اللي احنا هنشوفه ده، اللي احنا هنذاكر منه، او البي دي اف اللي احنا هنذاكر منه. نسيبكم بقى مع الام سي كيو. في النهاية بقول يا رب المحاضرة تكون مفيدة بالنسبة لكم وتكونوا استفدتوا منها، وإن شاء الله بستني إجاباتكم في الكومنتس تحت الفيديو. وأفتكر إن أنا سألت سؤال في المحاضرة دي، مش فاكر إيه. لا ما سألتش. لو كنت سألت نجاوب في الكومنتس تحت الفيديو. وفي النهاية أقول لكم مرة تانية شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.